السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خوتي خواتاتي حبوباتي الغزالات ديالي، خوتي العزاز، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. ماحي عليكم، سمحوا لي كاين الشعر، ولكن الا غطيت الشجم ما غاديش نبان لكم. اللهم واخا شويه ديال الشعر مهم راه كنبان لكم. بغيت نقول للناس اللي عاد التحقوا بيا في القناه، كنقول لكم مرحبا بكم، الف مرحبا لي اللي خطيكم عليا، شكرا على الثقه اللي وضعتوا فيا ودخلتوا للقناه ديالي. وكنقول للناس اللي ديما مدعميني، كنقول لكم اللي خطيكم عليا وانتم غتبقاو ديما تجرسي، والله يسهل عليكم، الله يعطيكم ما تمنيتوا في خاطركم. قبل ما نبداو هذا الفيديو، الله يعطيكم الصحه، الله يجازيكم بالخير، لما حاولوا تعاونوني غير بلايكات، الله يعطيكم السر، اي فيديو حطيته حاولوا ديروا لي غير لايكات، لايك لايك، قدو درتو لي كومونتير ديروا لي كومونتير، ما قديتوش حاولوا دير تعاونوني باللايكات، الله يسهل عليكم، لان مي كديروا اللايكات اليوتيوب كيعاونني حتى باش الفيديو يوصل للناس اللي محتاجينو، الفيديو يوصل بروبوزي بزاف. راكم فهمتوني شنو بغيت نقول لكم. اخوتي العزاز، هاد لا فيديو هذا غادي ندويو على المساعدات اللي كتعطيهم فرنسا. علاش فرنسا قطعت عليا المساعدات؟ علاش انا ما عندي حتى شي مساعده؟ فوالا، هذا هو الموضوع ديال هاد لا فيديو هذا. شحال هذه يعني قبل انا ما نجي لفرنسا كنت كنسمع بان فرنسا كتعطي المساعدات، كتخلصي على الدراري، كتعاونك في السكن، كتعاونك في الماكل، في المشرب، في العطل، كتعطي المساعدات للناس اللي عندهم اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني كاين بزاف المساعدات، كاين بزاف المساعدات. يعني ملي كنسمعوا هذا الشيء كنقولوا حتى حنا غادي ناخذوها، حتى كنتفاجئوا الواقع ملي كندفعوا الدوسي حنا. داكشي علاش انا بغيت نعطيكم موديل ليا انا باش نتوما تعرفوا اشنو كاين. يعني حنا ملي كنكونوا في البلاد، سواء الجزائر سواء تونس سواء في اي بلاد، ملي كنتلاقاو مع شي واحد ساكن في اوروبا كيبدا يقول لنا حنا عندنا مساعدات، حنا عندنا مساعده فلان فلانيه، حنا مساعده فلان فلانيه، حنا كنقولوا في راسنا صافي، يعني ان فوا حنا غنمشيو تما حتى حنا غادي تكون عندنا نفس المساعده. ولكن اللي ما كنعرفوش هو ان المساعدات كتختلف من انسان لانسان، من عائله لعائله، من شخص لشخص، يعني على حسب لا سيتياسيون، على حسب الحاله ديالو كيفاش دايره. يعني المساعدات اللي كناخذهم انا ماشي هي المساعدات اللي كتاخذهم الدار هذه، ماشي هي المساعدات اللي غتاخذهم الدار الانفاس معايا، ماشي هي المساعدات اللي كتاخذهم جارتي التحتانيه. يعني اي واحد كتختلف المساعدات على حسب الحاله ديالو، واش عنده دراري، واش ما عندوش دراري، واش مريض، واش خدام، واش ما خدامش. يعني المساعدات كتختلف على حسب هاد الحوايج اللي قلت لكم. ارحمك الله، شي وحده كتعطس من بعيد وكنسمع. انا فاش يلاه جيت لفرنسا، جيت سيادنا وليدي عنده عامين ونص، يعني جيت وليدي عنده عامين ونص، حطيت رجلي هنايا، بديت كنتخلص على ولدي. اول مساعده خديتها فاش يلاه حطيت رجلي هنا في فرنسا هي 180 اورو اللي كانت كتعطيني الدوله على ولدي. يعني جبتو عنده عامين ونص، 6 شهور هي كتعطيني 180 اورو، وصلت لثلاث سنين حبسات عليا ديك 180 اورو. علاش؟ حيتاش ملي كتكون عائله عندها ولد واحد كيبدا يتخلص عليه ملي كيتزاد 180 اورو حتى لثلاث سنين، وكتحبس ليه الدوله هاد المساعده. الا كان عنده تزاد عليه خوه الثاني ولا اختو الثانيه، كتبقى عنده المساعده، كيولوا بجوجهم يتخلصي على جوجهم. الى ما زدتي عليه حتى واحد كتقطع عليك المساعده. المساعده الثانيه اللي شديتها انا هي لابيل، هذه يا صراحه عجبتني، تبرعت في العام الاول. العام الاول هما ديما لابيل كيحسبوا على العام اللي قبل، بحال دابا انا جيت في 2019، يعني كيعاودوا يراجعوا 2018 كيفاش داز عندك، يعني المدخول ديال 2018 شنو هو. حنا جبنا لي بيلتان دو بي اللي في 2018 في المغرب، يعني السميك ديال المغرب ماشي هو السميك ديال هنا. انا الصالير ديالي في المغرب كان سميك فوا 3 او بلس، يعني سميك بلس 3 او بلس، لان انا راجل يعني لا علاقه ما بين السميك ديال هنايا. ولكن هما دار الحساب ديالهم قالوا هاد الاسره هادي يلا جات، يعني عندها الحق تاخذ
70% ديال لابيل من الكرة، 70%. عجبني الحال، حال عام كامل الدولة كتخلص علينا 70%، رغم أن حنا كنا خدامين بجوجنا. مين كمل ديك العام؟ صفقنا. صفقنا علاش؟ ما كناش عارفين حنا تيسحبنا واش الدولة غتبقى تخلص علينا الكرة مدى الحياة. والله هي لا ماشي هكاك، كل عام كيتبدل الكالكول، مرة يزيدوك مرة ينقصوك، عام يحيدو ليك. وهي غادا حنا عطاونا لابيل العام الاول، اعوام الاخرى حيدو لنا لابيل بصفه نهائيه، لان حنا في 2019 كما قلت لكم جينا في 2018 كنا في المغرب، جينا 2018 كنا في المغرب، يعني وصلنا هنا فرنسا في 2019، قطعوا علينا لابيل 2020، داروا الكالكيل في 2019، لقاونا خدامين بجوجنا. يعني مي كيوصل كيخدموا جوج الناس كتكون عندكم حتى شي مساعده، حتى مساعده الا وعندكم جوج الاطفال ثلاثه، يعني فوق من جوج عاد كتبقى عندكم لابيل، وخا تخدموا بجوجكم كتبقى عندكم لابيل، كتخلصوا على الدراري، كيكون عندكم مساعدات كثر وكثر 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 وكثر. صافي انا ما بقيتش مسوقه للمساعده، صافي كنقول ماشي مشكل، يعني ما حدنا خدامين بجوج، صافي راه مزيانه. هذا العام هذا انا بغيت ندخل السونتر الوزير لولدي، درت له واحد 5 سيمانات، بغيت نسميتو، بغيت ندخلو لسونتر الوزير. لا ديريكتريس قالت لي لا عندك مساعده، قلت لها لا حنا ما عندنا حتى شي مساعده، قالت لي لا عندك مساعده، قلت لها حتى العام اللي فات راني خلصت له كل شيء، قالت لي لا تقدر تكون عندك سيري سولي. مي صوت لقيت انا عندي مساعده، يعني راه كاينين شي مساعدات اللي حنا ما كنعرفهمش، يعني حنا خاصنا نسولو على راسنا. بحال دابا انا من قطعوا عليا المساعدات عرفت علاش قطعوا عليا، ملي كتخدم يكونوا خدامين جوج الناس مع وليد واحد، يعني جوج الصاليرات مع وليد واحد كيقطعوا لي كاع المساعدات. ولكن ملي كيكون راجل واحد مثلا غير راجل هو اللي خدام، راه كيبقى لكم لابيل وتخلصوا على الدراري، ولا غير المراه اللي خدامه كتبقى لابيل وتخلصوا على الدراري. ولكن ان فوا كتخدموا بجوجكم اي بون كيقطعوا لكم كاع المساعدات. على هذا الشيء انا ما عندي حتى شي مساعده، تفاجات انني عندي مساعده ديال سونتر لوازير. داكشي علاش واحد خاصو يبدا يقلب ويعرف راسو شنو هما الحقوق ديالو. واحد لقيتها كنت كان عندي حتى لو كومبليمون دو سالير، نو سي با كومبليمون دو سالير مي بريم دو داكتيفيتي، فوالا بريم داكتيفيتي كانت عندي في واحد لقيتها. من بعد حتى هي تحيدات، علاش حتى هي تحيدات؟ مي كتفوت واحد الصالير انت وراجلك انت وراجلك، مي كتفوتي واحد سيغتان سالير صافي كيقطعوا لك المساعدات. هنا المساعدات كاين فيهم بحال 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 في المساعدات. نعطيكم كلكم مساعدات، يعني منهم و الا كنتو نتوما فريمون كتهتموا بهذا الشيء كتبوا لي في كومونتير، كتهتموا وبغيتوا تعرفوا شحال من حاجه على المساعدات كتبوهم في كومونتير وانا ندير لكم فيديوهات على هذا الشيء. كاين المساعده لابيل هي ان الدوله كتعاونك فكره، كاين المساعده انك كتخلصي الدراري، كاين المساعدات ديال الماكل، كاين اللي ما عندوش مسكين ما خدام ما والو وما عندوش باش يشري الماكله، يا بورقي يا ماشي بورقي، الدوله كتعطيك واحد المعونه ديال الصيمانه. كاين اللي كتعطي حتى اللباس، كاين اللي كتعطيه بحال دابا ملي كيكون العطل الصيفيه كتعطيه الدوله واحد البريم فين يمشي يدي وليداتو يخيمو. كاين بريم ديال لونطري سكولير، هذا راه عندي يلا بغيت نقول لكم دابا. هاد البريم لونطري سكولير تقريبا كلشي كياخذو، اون فوا الوليد ديالكم كيدخل كيكون عنده سنين وكيدخل المدرسه عندك الحق تاخذ البريم لونطري سكولير. انا قلت صراحه لا ما عندناش بحكم ان بجوجنا خدامين، ولكن مي دخلت الانترنيت لقيت فريمون الحمد لله راه عندي الحق ناخذو بلا ما كديروا حتى شي حاجه. الا كنتو بغيتو ندير لكم شي فيديو على هادشي، راه انا اون فوا غنشد هذيك لا بريم غادي نبارطاجي معكم ديك الفيديو باش تستافدوا منه، راه زعما بلا ما كتعمر حتى شي حاجه ما كدير لا دوموند لا والو، لا كاف اوتوماتيك كتصيفط لكم هذيك لا سون فلو كونط ديالكم. كاين بريم دو نويل،
كاين الناس اللي عندهم وليداتهم عندهم الإعاقة ولا هما نيت من ذوي الاحتياجات الخاصة، كتكون الدولة حتى هي كتعطيك واحد لاصوم من شهر لشهر. كاين الشوماج اللي كتكوني الشوماج، الناس اللي انا كنت تيسحاب لي واش غير حطيت رجلي، هذا هو الغلط اللي كنت حاطه في راسي. كنت كنقول انا ان فوا غادي نمشي لفرنسا غادي نولي نشد الاريسا كتعطيك واحد لاصوم اللي هي صغيره بزاف. والشوماج الشوماج كياخذوه الناس اللي كيكونوا ديجا خدامين كيجمعوا واحد لي بوين عاد كيشدوا هاد الشوماج. انا هاد الشيء عرفتو حتى خدمت عاد وليت كنعرف هذا الشيء. الا فريمون كاينين معايا شي ناس اللي ما عارفينش كيفاش تشدوا الشوماج، شحال كتاخذوا الشوماج، الاريسا مالي ماليها، شكون اللي عندها الحق تاخذوا، كتبوا لي في كومونتير. لان الا دويت على الاريسا ودويت على الشوماج دويت على شحال من مساعده غادي يجيكم الفيديو طويل وقدر الناس يملوا ما يبغوش يكملوا. داكشي علاش نتوما اي حاجه خاصكم في هذا الموضوع اللي دوينا فيه ديال الحق ديالكم ديال المساعدات كتبوا لي في كومونتير وانا ندير لكم شي فيديو. خوتي العزاز ما كنبغيش نطول لكم فيديو باش نتوما تبقاو تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر. كنتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو وما تنساوش ديروا لي اللايكات وما حيليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. وتهلاو ليا فريوسكم، باي باي.